دلوقتي ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. عندنا اخبار عن جامعه حلوان الاهليه اللي هتبدا قبول تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا واوكرانيا، وكمان جامعه اسكندريه اللي هتعقد المؤتمر السابع عن ابحاث السرطان. معنا كمان يا استاذ لي انطلاق امتحانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الازهري، وست مباريات قويه هتتلعب في الجوله ال 36 من الدوري الانجليزي، واخبار ثانيه كتير هتحصل النهارده هنشوفها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة جامعة حلوان الأهلية هتبدأ في قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم في الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024. النهاردة كمان هتعقد جامعة الإسكندرية أعمال المؤتمر رقم 19 والسابع دولياً اللي بينظمه معهد البحوث الطبية تحت عنوان خطوات هامة في أبحاث السرطان على الجينوم للتنفيذ العملي في الأوقات الصعبة. هتستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيره على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية والحد التطبيق الإكلينيكي. النهاردة هيتم استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف أولى وتانية ثانوي أزهري في أقسام الأدبي والعلمي. طلاب أولى وتانية ثانوي شعبة العلمي هيمتحنوا مادة القرآن الكريم والفيزياء، وطلاب أولى وتانية ثانوي قسم أدبي هيمتحنوا القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية الفرنساوي. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع ست مباريات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة نيوكاسل يونايتد مع ليدز يونايتد الساعة 2:30 الظهر، ومباراة أستون فيلا مع توتنهام الساعة 5 العصر، وفي نفس التوقيت وولفرهامبتون هيواجه مانشستر يونايتد. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، سان داونز الجنوب إفريقي هيواجه الوداد المغربي الساعة 10 بالليل.